هنعمل مع بعض المارينج بالتوت بطريقه لذيذه جدا. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. معايا عندي المارينج هنجيبه جاهز سهل موجود، لونه هيكون ابيض. عندي كريمه الخفق، عندنا التوت الاحمر، الرمان، الكرامبري، السكر، الليمون، النعناع، فراوله، وكريمه خفق وشوكليت شيبس علشان ازين بيهم. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اعمل الصوص بتاعي اللي انا هقعده اهو كده او هسقسقه كده في الوصفه الجميله دي. فهحط الاول السكر وهحط معاها الايه الكرامبري بتاعي كده زي ما احنا شايفين اهو، وهجيب كمان شويه من الفراوله بتاعتنا اهو كده المتقطعه، وهنعمل ايه، هنقلبهم تقليبه بقى حلوه كده كده. وهجيب الليمون بتاعي وهعصر عليها اهو لحد ما ينزلوا ميتهم خالص. تعالوا بقى على ما الاقيها بتنزل ميتها اجيب الطبق بتاعي او البولة بتاعتي اهو كده، وابدأ باللييرز بتاعتي او ابدأ باول طبقة بتاعتي، وهي هحط هنا كده الله 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 اهو. هنجيب بقى مع بعض الايه كريمة الخفق، هنعملها بكذا لون، عندنا هنا اللون الاخضر وكمان اللون الابيض بتاعنا العادي اهو كده. طبقة طبقة تانية من ايه من المارينج، شايفين كده الجمال اللي بنعمله ده. وايه هحط من جوه شوية من شوكولاتة شوكليت شيبس كده بسيطة. وهنا عندي بصوا الصوص بتاعي خلاص جاهز واتعمل جميل جدا 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 اهو. يا سلام على جماله. اول ما يهدى شوية ساعتها هبدأ ان انا ايه اهو تعالوا كده الصوص بس يهدى وخلاص. بصوا بيبقى حلو، شايفين عامل ازاي حلو جدا جدا جدا. يلا هحطه هنا يهدى بس شوية ونقوم ايه على طول حاطينه معانا. يلا بينا هجيب اول طبقة بقى من الصوص بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهو، وهجيب الايه كريمة الخفق بتاعتي البيضة العادية وهنزلها كده ايوه جميل قوي قوي. هجيب بقى التوت وايه هحط توت كده. عملنا طبقة من المارينج وحطينا الكريمة خفق خضراء، وعملنا طبقة من المارينج تاني وعليها الصوص بتاعنا بقى اللي احنا عملناه الجميل قوي قوي اللي بالكرامبري والفراولة. وبنحط هنا اهو التوت على الوش كده زي ما احنا شايفين. وايه هجيب تاني كريمة خفق ايه خضرة كده. يلا وهنحط المارينج تاني بالطريقة دي، وهقوم حاطة من الصوص بتاعنا الجميل تاني كده عليها اهو اهو كده
كده حلو قوي. ايوه وهجيب رشه من الشوكليت شيبس برضو هنا. شوفوا ازاي كده رشه من الرمان بتاعنا الحلو. كده عملنا الطبقات وهجيب من التوت كده وبعد كده هنحط كريمة الخفق. بصوا كده ويلا بينا اخر حاجة بقى من الصوص وايه المرنج. وبيتقدم في الكريسماس كده. ويلا بقى عشان ايه نعمل التقديمة بتاعتنا. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.